كل سنة واحد أمين، كل سنة وحضراتكم طيبين. أول حد من حدود الصوم، حد الكنوز. الكنيسة بتطلع بينا رحلة لمدة 55 يوم، ونهاية الرحلة يكون عندك كنز. نهاية الرحلة لازم تكون ويكون عندك كنز. أكبر كنز تاخده من خلال فترة الصوم نقاوة القلب. الكنز اللي تديهولك الكنيسة وتعيشك فيه خلال مدة 55 يوم، صيامات، قداسات، مطنيات، صلوات، قراية كتاب، كل ده يوصل بيك انك يكون عندك القلب النقي. لو انت فعلا وصلت لكده تاخد اخر آية في انجيل النهاردة، انجيل معلمنا متى صح 6، فاطلب اولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لك. توصل ان انت تطلب ملكوت الله بس، دي النهاية. لا هتطلب لا تاكل ولا تلبس ولا تشرب ولا تعمل اي حاجة في الدنيا، غير ان انت كل شغلك، كل حياتك، كل تعبك انك توصل تبقى في الملكوت. ده الكنز اللي بتديهولنا الكنيسة. كلمة الكنز كلمة جميلة وكلمة حلوة، كل واحد عايز يبقى عنده كنز، صح؟ كل واحد عايز يكون عنده كنز، بس كل واحد بالمعطيات اللي عنده عايز يوصل لإيه؟ واحد عايز يبقى غني جدا، يوصل مثلا يبقى زي سليمان الحكيم. سليمان كان أغنى راجل، ومفيش حد جه أغنى من سليمان بعد كده، محدش جه. واحد عايز ياخد شهرة كبيرة زي داود النبي، واحد عايز ياخد منصب كبير زي الملوك والرؤساء، كل واحد بالمعطيات اللي عنده هو عايز يوصل لإيه. ثلاث كلمات تعيش بيهم خلال الصوم يبقى عندك كنز، ثلاث كلمات صغيرين: كتابك وقناعتك وتقواك. كتابك وقناعتك، قناعة والتقوى اللي انت تعيش فيها. لو عشت الثلاث كلمات دول توصل فعلا يكون عندك كنز، يسميه الاباء نقاوة القلب، يكون عندك قلب نقي. قديس اغسطينوس يدينا مثل كده حلو، اذا كنا احنا بنحب نكسب المال فبيقول كده: نكسب المال بالتعب، نحافظ عليه بالقلق، نخسره بالحزن. صح؟ بنكسب المال بايه؟ بالتعب، بنتعب عشان نكسبه. ونعمل ايه كمان؟ نحافظ عليه بالقلق. البورصة طلعت، البورصة راحت، الشركة خسرت، الشركة كسبت، بنكون ايه؟ يعني قلقانين عليه، وإذا خسرناه فعلا بنحزن عليه، إذا خسرناه احنا بنحزن عليه، صح؟ قاعدة كده بسيطة، نكسب المال بالتعب، نحافظ عليه بالقلق، نخسره بالحزن. جير بسرعة القديس أغسطينوس وطبق الكلام ده على كلمة ربنا. طبق الكلام ده على كلمة ربنا، قال كده، قال إذا الكلمة إذا كسبتها بتريحك، عكس المال بالظبط. إذا كسبت كلمة ربنا بتريحك، عشان كده أرميا يقول كده: وجد كلامك فأكلته فكان لي الفرح ولبهجة قلبي. يا بختك لو في الصيام ده فاتح إنجيلك على طول، يا بختك. تفرحك، كلمة ربنا تفرحك، كلمة ربنا تعزيك، كلمة ربنا تسندك، كلمة ربنا تشجعك، يا بختك لو أنت فاتح كلام ربنا في الصيام. تحافظ عليها. لا بالعكس، كلمة ربنا تعمل إيه؟ هي اللي بتحافظ عليك. هي اللي بتحافظ عليك. يقول كده في سفر المزامير: عند كثرة همومي في داخلك، في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي، صار لي كلامك عزاء في أرض غربتي. صار لي كلامك عزاء في أرض غربتي. يا بختك لو أنت فاتح الإنجيل في الصوم. إذا كسبتها تفرحك وهي تحافظ عليك، إذا خسرتها هتحزن زي الفلوس بالظبط. إذا خسرت كلمة ربنا فعلا تحزن. ده صح فعلا. نقول لربنا النهاردة: ما تسمحش يا رب يكون، أنا آسف الكلمة دي صعبة بتهزني أنا أكتر، أوعى تسمح يا رب نكون مفلسين من كلامك. أنت مفلس. عارفين فيلم أبونا فلتاوس السورياني لما راح له قال له: الحق ابنك مفلس، عايز ينط من على السور، صح كده؟ ابنك مفلس. أوعى تسمح يا رب نكون وإحنا بنقول إن إحنا صايمين وبنقول بنعمل مطانيات، بنقول بنعمل قداسات، ونكون مفلسين من كلمة ربنا. ما تسمحش يا رب. اسمحش. هو هيمر عليك يوم ما يكونش الكتاب بتاعك مفتوح. هو ده الفرح بتاعك، هو ده عزاءك، هو ده النعمة اللي بتاخدها من ربنا. وجد كلامك لي كالشهد فكان لي كلامك للفرح ولبهجة قلبي. تاجر أول تجارة تاخد منها كنز كلمة ربنا. تاجر في كلمة ربنا. مكتوب عن الأنبا أبرقامس والفيوم والجيزة كان بيقرأ الكتاب المقدس كل، حد عارف؟
الكتاب المقدس كله، كل كام؟ كل 40 يوم. كل 40 يوم يخلص من سفر التكوين لسفر الرؤية بمعدل 23 إصحاح كل يوم. 23 إصحاح، غير مشاغل الإبرشية بتاعته، غير خدمة إخوة الرب والفقراء والمساكين، كان بيقرأ الكتاب. أكيد كان بيتعزى كل يوم، أكيد كان بيتعزى. الأنبا أبرام تاجر في كلمة ربنا، كان عنده كنز من كلمة ربنا. الأنبا أبرام كان عنده كنز، خلي الكنز ده ليك، في فرصة، في فرصة ليك إن أنت تفتح الكتاب وتقعد تحتيه كده وتقول يا رب علمني، علمني. ممكن تتاجر في كلمة ربنا خلال الصوم. تاني تجارة، تجارة التقوى، خليك تقي. امشي ورا ربنا بالبلد كده، امشي ورا ربنا. أما التقوى مع القناعة فيها تجارة عظيمة، زي ما قال القديس بولس إلى تيميساوس، تلميذه تيميساوس إصحاح الأول آية 6. أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. دانيال كان بيتقي ربنا، بيقول كده: إلهي الذي أنا أتقيه. مكتوب في سفر دانيال كده. الملك راح ينادى عليه عند جب الأسود: يا دانيال، هل إلهك استطاع أن يخلصك؟ قال له: إلهي الذي أنا أتقيه. دانيال كان راجل تقي، كان راجل بالبلدي يخاف ربنا. أنت بتخاف ربنا؟ بتخاف ربنا؟ بتخاف ربنا؟ حد بيتقي ربنا في زوجته؟ بتتقي ربنا في زوجك؟ بنتقي ربنا في تربية عيالنا؟ بنراعي ربنا فعلا؟ بنراعي ربنا في أسرنا؟ بنراعي ربنا في خدمتنا؟ الصوت ليا وليك النهاردة وأنا أولكم، براعي ربنا في خدمتي؟ سؤال ربنا يسألونا محتاج إجابة عنه. أنت عايش في التقوى ولا لا؟ إذا كنت عايش في التقوى تمشي ورا ربنا وتقول كده مع القديس بولس: سلمنا فصرنا نحمل، سلمنا فصرنا نحمل. تمشي ورا ربنا وانت مسلم له حياتك، لان ربنا عمر ما بيخيب حد ابدا. فيش عين، زي ما بيقول ابونا داود لما، ما فيش عين اترفعت اليه ونزلت ايه؟ خيبانة ابدا، خابتش خالص. لو انت بتتقي ربنا، مكتوب عن إليشع النبي في مرة جات له واحدة ست من زوجة الانبياء، قالت له زوجة توفى وعلي دين، طب وانا عايز نعمل لك ايه؟ انت قولي لي، انا رجل الله ما عنديش اي حاجه خالص. بس قالت له: زوجي كان يتقي الرب. سفر الملوك الاول، زوجي كان بيتقي ربنا. شوف لحل في المشكله دي. فربنا مش بيسيب متقي ابدا. يعلم الرب ان ينقذ الاتقياء من التجربه. تعالوا نورث اولادنا تقوى، تعالوا. اولادنا مش عايزين فلوس ولا عايزين اي حاجه من الدنيا، اولادنا عايزين نعرفهم سكه ربنا فين. بس إذا ورثناهم التقوى وثقة ربنا، هو بقى المسؤول عنهم، هيمشيهم وينجحهم ويديهم الغنى ويديهم العظمة ويديهم كل حاجة، كل حاجة يديهم ربنا. بس تعالوا نورثهم تقوى، تعالوا نعرف نربيهم صح، تعالوا نعرف نعيشهم مع المسيح. تعال خليه يشوفني في بيتي، إذا كنت خادم ولا خادمة، وإذا كنت أب ولا إذا كنت أم، خليه يشوف ربنا فيك. القديس يوحنا ذهبي الفم يقول آية خطيرة أو قول خطير جدا: علمني بحياتك لا بكلماتك. أولادنا عايزين دي بس، علمني بإيه؟ حياتك، حياتك. أولادنا عايزين يشوفوا فينا صورة المسيح، مش أكتر من كده، مش عايزين حاجة أكتر من كده. لا عايزين فلوس ولا عايزين مناصب ولا عايزين يبقوا في مراكز كبيرة، عايزين يشوفوا فينا صورة المسيح. وبعد كده كل دي سهل، كل ده هيديهولنا ربنا. تعالوا نتاجر في كلمة ربنا، تعالوا نتاجر في التقوى. خلينا نكون أتقياء، خلينا نكون يشاور ربنا بيقول: ده بيتقيني، ده بيخافني فعلا، ده ماشي ورايا فعلا. تعالوا نتاجر في كلمة ربنا، تعالوا نتاجر في التقوى. ثالث كلمة والأخيرة، تعالوا نتاجر في القناعة. قديس بولس يقول كده: كونوا مكتفين بما عندكم. اشكرك يا رب. والواحد بيشكر على كده ان في ايده ماسك حاجه، وبيشكر على كده ان حتى ما معوش حاجه. الوش والظهر ده ليه تعبير كده، اذا بوست ايدك كده فانت بتشكر على المليان اللي عندك، وكمان بتشكر على ايه؟ على اللي مش عندك. يقول كده: كل الانهار تجري الى البحر والبحر ليس بملان. حكيت لكم الراجل اللي كان حزين في المدينه كلها،
الملك بتاعه جابه. ليه يا عم حزين ليه؟ قال له انا راجل فقير. قال له يكفيك ايه؟ قال لي يكفيني اللي معايا زي كام؟ مليون. طب خلاص خد المليون. شهر اتنين تلاتة الملك دور، روح هاتولي راجل حزين في البلد بتاعه، مش عايز حد حزين خالص، الناس كلها مبسوطة مع هذا الأخ ده. رجعت مالك يا عم؟ قال له ما المليون بقى بتاعي، أمال إيه اللي يكفيك؟ قال اللي معايا زائد كام؟ زائد مليون. خلاص خد مليون. شهر اتنين تلاتة ابعت الحراس قال له تعالى كلم الملك، أنت حزين؟ قال له أنا حزين. طب أنت معاك 2 مليون. قال له ما الاثنين مليون بقوا إيه؟ بقوا معايا، بقوا بتوعي، أمال إيه اللي يكفيك؟ اللي معايا زائد؟ زائد مليون. كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن. أنا آسف أقول لكم المثل، العين ما تشبعهاش غير تراب. يعني لما الإنسان يموت خلاص. خليك تكون، يخليك عندك قناعة. أبونا إبراهيم راح خلص أبونا لوط في الحرب بتاع قدر العمر في سفر التكوين. وبعدين الملك قال له إيه؟ قال له إديني خد الممتلكات وإديني النفوس. فقال له كده حي والرب لا آخذ منك شراك نعل. عارفين شراك رباط الجزمة؟ أنا آسف، الرباط حتى لو طلع منه فتلة كده مش عايزها منك. بيقول للملك كده. لئلا تقول قد أغنيت أبرام. بيقول للملك كده. أنا مش عايز منك شراك نعل، مش عايز خيط جزمة كده. لئلا تقول قد أغنيت أبرام. والقصة المعروفة عن أبونا إبراهيم وأبونا لوط، لوط اختار سدوم عمورة الأرض المعشبة. صح كده؟ وكان غني جدا. وأبونا إبراهيم اختار الخيمة والمذبح. اختار الخيمة والمذبح، كان إنسان غني برضه. في النهاية كل ممتلكات لوط راحت فين؟ اتحرق بإيه؟ بالنار مع سدوم عمورة. وفضل أبونا إبراهيم الغني القنوع اللي اختار ربنا واختار المذبح بتاعه. نحن يكون لنا الكفاف في كل شيء نزداد في كل عمل صالح. أبونا بيقول كده، بيصلي كده في الطلبة في الأوشية بتاعت الأنهار والزروع والنباتات والعشب ونبات الحق. بيقول ربنا خلينا نكون مكتفين، خلينا نكون راضيين، خلينا نكون يكون عندنا قناعة. خلي يكون عندنا قناعة. إذا ربنا شاف فيك خلال الصوم بتفتح الكتاب، بتتلمذ على ايدين الكتاب، بتتلمذ على ايدين أب اعترافك، هيديك القناعة ويديك الرضا ويديك كمان إن أنت نقاوة القلب، نقاوة القلب. أحكي لكم حكاية حصلت. أب غني وابنه قال له أنا عايز عربية أحدث موديل. الأب ده كان تقي وحلو جدا. راح جاب إنجيل وحط فيه الهدية بتاعت ابنه ولف له الهدية دي، وراح في اليوم اللي ناجح فيه ابنه راح عند الكلية عند النتيجة وشاف النتيجة طلع ان هو ناجح، قابل ابنه وقال له اتفضل هديتك. الابن فرحان بقى، فاكر ان ابوه هيديله ايه؟ مفاتيح العربية، وطلب منه عربية احدث موديل. لا، جايب له ايه؟ انجيل. راح رماه في وشه ومشي. وخلاص انا هسيب البيت. شهر اتنين تلاتة اتعرض الاب لوعكه صحيه وفي الاخر ابوه مات. فجاي ياخد العزا في ابوه. فبعدين لما روح وبدا يدور في الحاجات والناس مشيت بدا يدور، فتح الانجيل. قال له يعني يا ابويا ما لقيتش غير الانجيل وتديهولي؟ انا كنت طالب منك عربيه. ويفتح يلاقي فيه ايه؟ الوصل بتاع العربيه. الوصل بتاع العربيه. ربنا بيدينا هديه كبيره. ربنا بيديني ويديك هدية اسمها الإنجيل، الكنز. الكنز بس احنا مش بنتاجر بيه، مش بنتاجر بيه. قافلينه وعليه تراب وعليه حاجات ممكن ما يكونش فيه. لو سألنا بعضينا كده كام إنجيل عندنا في البيت، ممكن يكون اتنين تلاتة أربعة والكل مقفول. إنجيل في أوضة النوم وإنجيل في الصالون وإنجيل معرفش فين، والإنجيل بقى على الموبايل وعلى الحاجات دي. ربنا بيدعوني ويدعوك النهارده ان انت تاجر في كلمه ربنا، تاجر عشان تربح، تاجر. خلي عندك كنز. خلي عندك كنز هو كلام الله، وكنز هو القناعه، وكنز هو التقوى. كل ده يوصلك لنقاوه القلب. الرحله بتاعتنا هدفها انك تاخد نقاوه
قلبك في النهايه. ربنا يدينا نعمه وبركه، له المجد في كنيسته من الان والى الابد.